فيروزة اسمعيني فيروزة لو سمحتي فيروزة مشان كل شي بيننا اسمعيني لو سمحتي فيروزة لو سمحتي اسمعيني بترجاكي اسمعيني ليك ما عندي ولا دقيقة واحدة أعطيك إياها يا خاين يا كلب ليكي أنا بعرف إنه أنا واحد كذاب ومنحط بس ما كذبت عليكي بقصة واحدة وهي إني حبيتك لو سمحتي فيروزة فهميني شو بينفعني هذا الحكي هلأ كل شي قلته ما بيهمني بنوب بس أنا بيهمني كتير هي مشكلتك يلا خليني أروح تمام خدي وخلصي معناتها فيروزة خدي وخلصيني وقتليني بقى أساساً أنا عمود كل يوم أنت هلأ شو بدك مني؟ شو جاي تعمل؟ قلي شو بدك مني؟ بدي أقعد معي بدي نكون لحالنا وتسمعيني بترجاكي فيروزة لآخر مرة لو سمحتي اسمعيني أنا ما رح روح معك على أي مكان فيروزة تركني شو عم تعمل؟ لك شو عم تعمل؟ تركني شو بدك مني؟ ما بدي روح معك تركني بقى بترجاكي تركني. فيروزة بترجاكي انت لوين اخذني هلا على مكان مميز وبحبه مكان فينا نحكي فيه على انفراد وتسمعيني فيه ماشي أخي شفت شيدان يا أخي رجعت على بيتها ما قالت لوين راحت بس المهم إنها رجعت هلأ ارتحت أخي شو يلي صاير معك شي مو منيح ما في شي أنا منيح ما في شي أبدا أنا تعبان شوي رح نام يا أخي اصحك تلمسني لا تفكر بشغلات تانية إذا وافقت أحكي معك ما عم فكر بشغلات تانية فيروزة بس كان بدي أتأكد إنه وجودك معي حقيقي بس هيك مو أكتر معناتها خلينا نوقف بشي مكان ونحكي ما بدي نبعد كتير هون بهذا المكان معقولة أنتي فيروزة؟ لا أنا أخذت هالفرصة منك بصعوبة أساساً ما فيني روحها هيك ليش بدنا نروح لبعيد؟ مشان مرتك؟ رح تتضايق؟ تنهز مكانتها؟ بدك يانا نبعد مشان ما تدري مرتك انه التقينا؟ لا يا فيروزة انا بدي اسمع صوتك منيح مو اكتر بس بدي اسمع صوتك لما منحكي كل شي بيوترني ما عدا صوتك تعرف ما بيهمني شي من اللي بدك تقوله ما بيهمني ولا كلمة ما بعرف ليش لساتني عم اعمل هيك وليش طلعت معك اليوم بالسيارة صدقني ما بعرف يمكن تسمعيني للمرة الاخيرة عم تفهمي؟ واذا بدك فيكي تروحي بعدها بس اسمعيني فيروزة انا مالي شخص سيء إذا اضطريت رح ضحي بحياتي لتفهمي هالشي أهلا وسهلا حضرتك حاجز؟ إيه حجزت مكان لشخصين أنا محمد يافوز تفضل على طاولتك محمد بيك هاي الطاولة اللي حجزتها شكرا العفو محمد بيك بتحب تشرب شيء قبل ما تجي رفيقتك؟ خلينا ننطر شوي لأنه ما بقدر أشرب المي لحتى تجي طيب يا بيك